يعني ما لقاش حته يدوخ فيها الا هنا؟ اتفضلي اشرب، دي ميه ساقعه من الثلاجه مش كده؟ ايوه. طب اشرب بقى. يوه يا اخي اشرب. عنك انت عنك. ايه اللي عملتيه ده؟ ميه هو يعني من قله الميه؟ طب كنت تدلقي عليها سلطانيه شوربه. ايه ده انت جعان؟ امال يعني اغمى عليا ليه؟ الله عياه. حضري اول السفره. قومي السفره، حضري السفره. طيب بتتكلم انجليزي؟ عايز لحمه، هوبر لحمه، حمام، فراخ، بروتين. ولا نمتش ليه؟ غاوي ده سؤال برضو. واحد جعان اكل ونوم هيكون من ايه يعني؟ ظروف طبعا. انت ما معكش فلوس؟ ما بحبهاش. ليه؟ الفلوس بتذل النفوس يا انسه. مش فاهمه. الفلوس كلبش حديد بيكلبش في رقبه البني ادم، كل ما زادت كل ما كلبشت في رقبته اكتر. ازاي؟ زي ما بقولك كده، الواحد لما بيكون على قده اهو بيقدر يمشي حاله، لكن كل فلوسه ما زادت كل ما فكر اكتر عشان يكسب اكتر، علشان كده دمه بيتحرق وبيتهالوا ان الناس كلها طمعانه فيه. ده غير انه مضطر يجامل، يضحك لناس مش قادر يبص في وشهم، يكشر لناس بيحبوهم. طب ذمتك دي عيشه؟ الظاهر انك فيلسوف. غصب عني مش بكيفي. انا عايز اقولك على حاجه بقى، عارف لو في جيبي 100 جنيه اقولك ان كل الكلام اللي انا قلته لك ده كلام فارغ. حلوه قوي البتاعه دي. ايه بتاعت ايه؟ البتاعه اللي انت عملتيها دلوقتي. ايه ده انا عملت ايه؟ عملت حاجه؟ ايوه الضحكه اللي انت ضحكتيها دلوقتي. حلو لما يبقى الضحك من القلب. اه طبعا طبعا. ما انت اصلك مش شايله هم، هتشيل هم ليه؟ ما انت اكله نايمه شاربه غير المقالي اللي بيدفعوها لك. ما هي؟ امال ايه تشتغلي هنا ببلاش ولا ايه؟ اه لا طبعا بيدفعوا لي فلوس. امال ايه؟ بيدفعوا لي كام؟ 3 جنيه بس؟ اه ده عالم بخل قوي بقى. انا بقى عليها مش هتجوزها. مش هتتجوز مين؟ ستك اللي نشر الاعلان في الجورنال. ليه؟ دي لطيفة قوي. تدفع لك 3 جنيه وتبقى لطيفة؟ أوحش حاجة في الدنيا إن الإنسان يبقى بخيل. آه، أنت بقى طمعان تكون إيدها سايبة عشان تصرف عليك. اخرسي. أنا اللي أتجوزها لازم أصرف عليها كل ثروتي. ثروتك؟ أيوة. أنت عندك شعر وأنت؟ أيوة. فين دي؟ إيه؟ فين؟ اللي فين؟ هنا. هنا فين؟ ان هو في الحته دي. اه شوفي بقى، انا اقدر اشتغل اي حاجه. اشتغل ايه؟ شيال ممكن، ميكانيكي جايز، حلاق ما اقولش لا. الحلاقين بيكسبوا الايام دي. هي ستك فين؟ انا ما شفتهاش لغايه دلوقتي. اه صحيح، تعالى ما اعرفك بقى عليها. تعالى يلا. تتفضل تستريح هنا شويه لغايه ما ادي للهانم خبر. ها عشان يطمن لي ويفتح لي قلبه واقدر اعرف منه اذا كان طمعان في فلوس العروسه ولا لا.
اللي هو ده؟ طب افرضي بقى ساق فيها بجد وحبني وحب ان هو يتجوزني بحقه حقيقي. ما تخافيش هكون عرفت منه كل اللي انا عايزاه، ساعتها بقى انا اللي هقول له على الحقيقه. يلا يلا ارفع راسك كده وريني، اعملي بقى بنت ناس وريني تبقي بنت ناس ازاي، وريني كده. الله الله بنت ناس والله. طب ما انا بنت ناس بحقه حقيقي. طب يلا يلا بالي جد يا ستير. ايه انا جوز خالتي كان صاحب محل فول وطعميه في الدنيا. طب يلا يلا زمان مستنيك، يلا البسي. ايوه يلا. انت يا اخينا يا استاذ. سيبني شويه يا خالتي لسه بدري. خالتي؟ انا خالتي؟ اصحى يا جدع انت فين سموم؟ هو الواحد ما يعرفش ينام شويه في البيت ده ولا ايه؟ انت فاهم ان دي لوكان ده هو بيت ابوك؟ لا ده بيت مراتي، قصدي يعني اللي هتبقى مراتي. انت بقى واحد من اياهم. ايوه انا واحد من اياهم. اتفضل بقى انت مع السلامه. اتفضل اروح فين يا جدع انت؟ تمشي تطلع بره تتطرق من هنا. انت مش جاي برضه عشان تتجوزها؟ اتجوزها؟ اللي انت عايز تتجوزها يا استاذ دي تبقى بنتي. اهلا وسهلا. لا مؤاخذة يا عمي. عمك؟ انا ابقى عم جربوع زيك؟ شوف بلاش جربوع دي. انا اسف ابو نسب. اخرس خالص. انا لازم اوضح حد للمهزلة اللي عاملاها في البيت ده. طبعا. يا سهير. يا سهير. يا سهير. يا سهير. يا سهير. ده بقى كلام فارغ. هو ده بقى بيت. اسكت. ده بقى الزريق. يا سهير. ده اي حد يجي يعمل اي حاجه. اسكت يا سهير. يا سهير. الست سهير جايه حالا يا سعاده البيت. نعم الست مين؟ لو سمحت انا عايزه سيادتك في كلمتين. انا مش فاهم ايه شغل الارجوزات اللي حاصل في البيت ده ابدا. حاجه عجيبه. اسكت انت. اتفضل هقول لك كل حاجه. اتفضل. حاضر. اتفضل. سهلا. فرصة سعيدة جدا يا حماتي. حماتك؟ حماتك؟ مش حضرتك الهانم والدة العروسة برضو؟ أنا العروسة يا أستاذ. أنا آسف جدا، أصل حضرتك باين عليك الوقار والحشمة، فالواحد من قلة عقله افتكر يعني. لا مؤاخذة. اتفضلي نلبس أخلاق بعض. اقعدي. وماله يا أخويا؟ إيه ده؟ مش انت قلت لي عادي؟ عيب ما صح، ده انت هانم محترمه. اتفضلي اقعدي هنا. ايوه صحيح، ايوه فعلا انا هانم محترمه. محترمه جدا. انا مش فاهم حاجه ابدا. ما جالك قبل كده 100 عريس، اشمعنى ده بالذات اللي عايزه تمثلي عليه التمثيليه دي؟ لان ولا واحد من اللي تقدموا لي زيه. يا سلام. يا بابا ده راجل لقطه، ولو نجح في الامتحان هيبقى هو ده العريس المطلوب. تتجوزي ده؟ ده شكله عري قوي. البني ادم مش بشكله يا بابا. انت هتفتحي لي حصه فلسفه؟ خلاص اعملي اللي يريحك. يعني هتساعدني؟ هساعدك في امري الى الله يا بنتي. تساعدني ازاي بقى وانت بتقول يا بنتي اهو؟ لا مؤاخذه نسيت، قصدي اقول يا بنتي يا انصاف. ميرسي، ربنا يخليك يا بابا. بابا؟ انا بابا؟ يا سعاده البيت. يا ترى الهرم تحب ايه؟ غاويه ايه؟ مسح. مسح؟ وغسيله كمان؟ ومال وطبيخ وكفه شيء من لوازم البيت. على كده الواحد ما يكتبش كتابه عند المأذون، يكتبه عند مخدم. ده انت لطيف قوي. شاكر قوي يا هاني. نعم. يا ترى ايه هدفك في الحياه يعني؟ تبقى ماهيتي 15 جنيه. ماهيتك؟ لا. قصدك يعني المصروف اللي بيديهولك باباك يا. ايوه ايوه بابا. ايوه صح كده زي ما قلت. طب الهرم تعرف لغات؟ امال اعرف عربي وبلدي واتكلم بالعين والحاجب. بالعين والحاجب. ده عروسه وايه يا عباين؟ انت بتقول ايه؟ الله يخليك يا فندم. الهانم بتلعب رياضه؟ امال يا اخويا بلعب كوتشينه. تلعبني 10 سنين كوتشينه على المشاريب. ازيك يا بتشتغل في قهوه بلدي؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، انت شرفتنا يا استاذ. اجري بنتي اعملي لنا قهوه. حاضر يا سيدي. قصدي يابا. بوبو.
اصل سعاده البيت يحب يشرب القهوه من ايد ست سهير. اللي هي انا؟ طبعا. حضرتك نسيتي اسمك ولا ايه؟ تسمح لي انا اعمل لك القهوه يا سعاده البيت عشان الهانم تعرف تقعد مع عريسها؟ ما تتفضلي تقعد يا ست هانم. اقعد؟ اصلها ما تقدرش تقعد قدام باباها، لازم هو اللي يقول لها بنفسه. يا سلام يا سلام ونعم الاخلاق. ايه اقعدي. طيب اروح اعمل لكم انا القهوه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الهانم شبه سيادتك بالظبط. شبهي؟ بالظبط. مناخيرها صغيره حضرتك مناخيرك كبيره برضه. هي بقها صغير حضرتك برضه بقك كبير ومش هضبه ممكن. عينيها خضراء حضرتك عينيك حمراء يعني شوف. يعني ازاي سيادتك ما تاخدش بالك من حاجه زي في الحقيقه مشغوليات. اللي اتفضل الواحد هياخد باله من ايه ولا من ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا. انصاف تعالي خدي الحاجات دي مني. بتقول يا انصاف اقعد انت. ما شاء الله بقيتي قاعده وسايباني بالحاجات دي في ايدي. فزي قومي اتحركي. انت ازاي تبتدي تكلمي الهانم بالطريقه دي؟ هانم مين؟ هانم مين؟ مين الست دي؟ وازاي تسمح لها تكلم بنتك بالطريقه دي؟ بنتك. بنتك اهي سهير. بنتك اهي. هو حضرتك لا مؤاخذه طنط. طنط؟ طنط ايه وبنت ايه؟ هي فين بنتي دي؟ اهي بنتك اهي عليا. معروف. ما تاخذهاش اصلها ساعات بتنسى. تنسى بنتها؟ مش معقول. ما تقولش بنتي دي. لا ازاي ست هانم دي بنت حضرتك. انت كمان بتقولي الكلام ده؟ بقول لك ايه؟ انت بقى عليكي تعبانه من بره. تعالي تعالي عايزك. انا تعبانه. تعالي بس عايزاكي اقول لك على حاجه. بصي ساعات البيه انت مش ممكن تسكت على حاجه زي كده. الظاهر الست بتاعتك مخها تعبان شويه. انت بتقول ايه؟ ايوه صدقني ما فيهاش حاجه. لازم تعرضها على دكتور بدل ما تعض حد تعور حد تمسك في رقبه واحد تموته. طيب. بتهيألي بقى نتكلم في ميعاد كتب الكتاب. مش وقته. انت شايف انا دلوقتي تعبان ومراتي هي برضه تعبانه. متهيألي ناجل الكلام ده لبكره. قوي انا هعدي على سيادتك بكره في ميعاد الغدا بالظبط وانتوا بتتغدوا هتلاقوني جيت على طول. السلام عليكم. لا سلامة يا اخويا شرفت وانيس. تبقى تعالى بقى احنا بنبقى قاعدين هنا كل يوم. مع الف سلامة. خلي بالك يا اخويا من نفسك وانت ماشي عشان تحصل حاجة. مع السلامة يا اخويا. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. لا مؤاخذة عشان اصل الواحد بيحب مفيش لبيسة مع حضرتك. خلاص اخدها كده. مع السلامة. السلام عليكم. سلام. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. بقى الزعلوط ده هيبقى نسين بيه. ليه لا؟ ده باين عليه ابن حلالي بابو. اخلصي قطع لسانك. هوصلك بسعادة البي حاجة. صباح الخير. نعم. ايه نعم دي؟ انا لما اكلمك تقوم تفازي كلمني. اصل لو مؤاخذة يعني اصل الاصل بلا فاصل. عم يبوظ. ايوه اعمل معروف يا استاذ حمزة ما تصلحش عيش. لبلبي عليا ما تدخلوش بتاتا. بلا بتاتا بلا بتاتا لو قعدت بس تتكلم. صباح الخير يا عمي. خير؟ الخير نط من الشباك اول ما شافك داخل من الباب. ازاي صحتك دلوقتي؟ ومالك كده مبهدل زي عادل امام في الورد انا وهو ونادي. بس كنت معدي قطه اطمن على حضرتك. ما تقولش يا صالوك لان اهلك انكروك. ليه بس يا عمي؟ ده انا انت بقالك اسبوع جعان ونسيت شكلي الرغيف وجاي تستغل طيبتي وحناني ورقه مشاعري. مش انت عم يا عمي؟ رخيتك العمى. انا بريء منك قبل ما تتولد. انت من مواليد برج الكيس. ليه بس كده طيب؟ انت مش وش نعمه، انت غاوي صعلكه يا ربيب الازقه. انا مش عرضت عليك كم مره انك تيجي تشتغل معايا؟ حصل. وسيادتك طبعا رفض؟ اصل انا عمي مش بتاع شغل.
انت بتاع شوارع فقاع ومنفوخ على الفاضي يا متشرد. مستحيل اقوم من النوم بميعاد وادخل بميعاد واخرج بميعاد، اتخنق اموت. تموت يا لالي يا ريت، يلا موت اوام وانت تشوف. يا عمي ما انت كمان قربت استريح. اخرس يا رد السكك، عاوز اموت عشان توارثني. والله العظيم قبل ما اموت هفرق كل قرش على الحشرات والهيام والدبان. يا خريج المجارير يا سككي. يا عمي حضرتك فهمتني غلط، انا قصدي هتستريح مني انا عن قريب. ليه؟ عاوز تموت تنتحر؟ يا ريت. برافو برافو. لا انا قصدي هتستريح مني لان انا هتجوز. عاوز تتجوز والعروسه دي منحوسه تبقى مين؟ لمامة صفارس ولا من عيلة عريان باشا مرور؟ العروسة من عيلة محترمة جدا. عيلة محترمة تناسب صعلوك زيك رصيده صفر في البنوك؟ يا للمهزلة الاجتماعية. هبقى افهمك الحكاية بعدين، المهم. ايه هو المهم بقى؟ طبعا تمن المهر والشك. لا هما لا عايزين لا مهر ولا شك. يبقى بقى لاقيين بنتهم في صندوق الزبالة. يا عمي دي حكاية طول شرحها. انا بس كنت عايز. انا ما عنديش حاجه، انا حتى راجل غلبان على قد حالي، محتاج لمساعده. انا حيال عندي مليون جنيه بس. مليون جنيه؟ يا عم ده انا عفشي وهدومي محجوز عليهم. الله يحجزوا على مناخيرك ولا يحطوها تحت الحراسه، وما يفكوش الحراسه وتشم نفسك الا بعد محكمه النقد والابرام. ابرام ايه وحراسه ايه؟ انا نايم في الشارع. يا لافي على الشارع ويا لعار الارصفه اللي حتلمك. امشي اطلع بره يا ولد يا عنوان البهدله الدوليه. قول بوشك. طب هات جنيه. جن لما يركبك. ريال. ريلت على روحك يا بعيد. هات 10 قروش. ارش الرمل على سنانك. طب هات بوس. بوسه؟ عاوز تديني ميكروب تيفوس؟ اطلع بره يا عدو مصلحه الصحه. شوفوا له زيت ولا دواء دبان ولا دي دي دي. خلاص خلاص يا سيدي، مش عايز حاجه. هتحطني تحت الحراسة وبيديتي؟ مش عايز ومش جاي. أعوذ بالله. ألف مية وخمسين، ألف مية واحد وخمسين، ألف مية اتنين وخمسين. مساء الخير يا شويش. مساء النور. ألف مية تلاتة وخمسين، ألف مية أربعة وخمسين. بقول لك إيه؟ أنت وصلت لحد فين؟ ألف مية أربعة وخمسين. لكن عارف؟ العدد اللي قلتلي عليه مش مظبوط. هجرجرك على الاسم واديك في داهيه. لا 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 اطمن، بس انت كمل عد. ها وربنا يوفقك. انا مستنيك. طب على خير. 1155، 1156، 1157. ازاي زهرت تعمل كده؟ دي اكيد اتجننت. قلت لها عيب يا استهاني، ما يصحش كده يا استهاني، ما سمعتش كلامي. لا دي حاجه بس سكتش عليها. سهير يا سهير. سهير ايه اللي انت عامله بنفسك كده؟ لا انت شايفه يا ماما بختلط بعض. فهميني انت عامله كده ليه؟ مش المفروض انا بشتغل عندكم هنا؟ انا غلطانه اللي طوعتك من الاول ماما عشان خاطر سيبيني اعمل اللي في راسي. ايوه سهير بس يا بنتي. ماما خلي بالك انت هو عامل معروف، هو حد يعمل حاجه كده ولا كده يعني. ايه تعالي هنا، إيه رايحه فين؟ هتفتحي الباب وانتي ملخبطه بالصابون كده؟ انصاف يا انصاف، شوفي مين على الباب. تعالي. صباح الخير عروس. يسعد صباحك يا اخوي. يا ترى بابا موجود؟ ابويا مات. ايه؟ قصدي خرج. مفيش هنا غير الست الكبيره. قالتي ماتش كبيره. اتفضل. لا بس معايا شويه حاجات عايز حد يساعدني يعني بشيلهم. حاجات ايه؟ اتفضلوا.